فالمسيح مفروض انك تحبه من كل القلب ولا تحب شيئا يتعارض معه، واذا احببت شيئا يتعارض معه فتبقى فقدت المسيح وخنته، تعتبر خيانة للمسيح انك تركت محبته وانشغلت بمحبة اخرى. فلو عرفت ان المسيح اشتراك بثمن ولم تعد ملكا لنفسك بل أنت ملك للذي اشتراك، ينبغي حينئذ أن تعرف مقدار الخطية عندما تهب غيرك لآخر. من ليلة الأربعاء نتذكر التآمر على السيد المسيح، ونتذكر الخيانة للسيد المسيح، ونحب في هذه الأوقات أن نعرف ما معنى التآمر على المسيح وما معنى الخيانة للمسيح. الخيانة للمسيح إنك بدلاً من أن تحبه كل الحب تهب قلبك لغيره، إنك توهب قلبك لغيره، فدي تعتبر ناحية خيانة للرب. يهوذا باع السيد المسيح بمال، لكن مش هيوصل إن واحد فيكم هيبيع السيد المسيح بمال إلا لو دخلنا في التفاصيل وشفنا الحكاية دي هتمر إزاي. لما إحنا بنكون السيد المسيح معناها بنعطي قلبنا لغيره، المفروض إن القلب كله يكون ملكا لله. تحب الرب إلهك من كل قلبك، كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك، فالقلب كله يكون ملك لله، ومحبتنا للناس تكون داخل محبة الله، ما تكونش جنبيها وما تكونش متعارضة معاها، ما تكونش جنبيها يعني ما تكونش منافسة ليها، ما يكونش جزء لربنا وجزء للعالم. مفروض القلب كله لربنا والمحبة كلها لربنا والعالم ملهوش حاجة خالص. إن أحببنا الأب والأم لأنهم جزء من محبة الله الذي قال اكرم أباك وأمك، إن أحببنا أقربائنا فهي جزء من محبة الله الذي قال من لم يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان وصار شرا من غير المؤمن. وإن كنا نحب الناس البشر جزء من محبة الله الذي قال تحب قريبك كنفسك، لا توجد محبة تتعارض مع محبة الله. إذا أحببنا أي أحد محبة غير محبة ربنا في هذه الحالة تبقى خيانة للمسيح، ولذلك قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. من أحب ابن أو ابنة، أخ أو أخت، زوجة أو أولاد أو أي مال أكثر مني فلا يستحقني. مفروض محبة ربنا تكون هي الأساس، ولا نحب أحدا أكثر من محبة الله. لو أبوك أو أمك منعوك عن الكنيسة تطاوع ربنا وما تطوعش أبوك وأمك. أنا بكلمكم بصراحة، لأن في آباء وأمهات غير متدينين، ولما إنسان يمشي وراهم في عدم التدين سيصير هو أيضا مثلهم غير متدين. بس الكلام ده يؤخذ بحرص، يعني واحد يقضي طول الليل والنهار في الكنيسة وما يطوعش أبوه وأمه من جهة المواعيد أو من جهة الاهتمام بدروسه أو من جهة الاهتمام بحياته الخاصة أو واجباته المنزلية ويقول أنا بحب ربنا أكثر منهم. ربنا قال ليكن كل شيء بنظام وحسب ترتيب، كل شيء بنظام وإيه؟ وحسب ترتيب. فإذا كان أبوك وأمك ناس متدينين ولكنهم يريدون أن يجعلوا في حياتك نوع من التوازن بين واجباتك الروحية وبين باقي الواجبات، يبقى لازم انك تطوعهم. لكن اذا كانوا غير متدينين
ولو رحت السينما ما يزعلوش ورحت الكنيسة يزعلوا، يبقى تحتمل زعلهم كصليب من أجل المسيح، وتبقى علاقتك مع ربنا زي ما هي. لأن في أوقات يصطدم الإنسان بأبوه وأمه من أجل الرب، ولو أحبهم أكتر من ربنا يبقى خاين للمسيح. ولذلك المسيح مش بس قال من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ده قال من لا يبغض أباه وأمه من أجلي فلا يمكن يكون لي تلميذ. يبغضهم مش يعني يكرههم، يعني مستعد يحتك بيهم من أجل الله. إحنا ساعات بنفهم الوداعة غلط والتواضع غلط والخضوع غلط، وساعات كتير من الآباء والأمهات بيستبدوا بأولادهم استبداد زي ما يكونوا اشتروهم شراء، والأمر ده مش سليم. مفروض المحبة لله تكون هي كل القلب. لا نحب أحدا أكثر من الله. بس في الوضع ده كل واحد منكم لازم يفهم بالضبط خط سيره ماشي ازاي. يعني إنسان موجود في البيت بيتخانق وبيتشاتم وبيزعق وبيحب الفلوس وبيعمل مشاكل كتيرة، وبعدين يجي يروح الكنيسة وأبوه وأمه يقولوا له خلي بالك من دروسك، يقول إيه؟ ينبغي أن نطاع الله أكثر من الناس، من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. يبقى الكلام ده كلام مش معقول، لأن هو لو بيحب ربنا مش أصول يتشاتم ويزعق ويتخانق ويدي هذه القدوة السيئة. أنا عايز أتكلم على الناس القديسين اللي ماشيين في كمالهم وآبائهم وأمهم بيجروهم خارج دائرة الله. الناس القديسين اللي ماشيين في كمالهم من كل ناحية، مؤديين واجباتهم المنزلية، مؤديين واجباتهم العائلية، مؤديين واجباتهم الدراسية أو من ناحية العمل، ومؤديين واجباتهم الاجتماعية، وآبائهم وأمهاتهم بيبعدوهم عن ربنا، يبقى ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، ومن أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحق. فمش مفروض أن الإنسان يحب أحد أكثر من الله. الله فوق الكل، والله هو الكل في الكل. وإذا قلبنا انجرف في مكان آخر يبقى دي خيانة للرب. لذلك المحبات الخاطئة والعواطف الجسدية هي نوع من الخيانة للمسيح. المحبات الخاطئة والعلاقات الشبابية والعواطف الجسدية كلها نوع من أنواع الخيانة للمسيح. ولهذا كان البعد عن الرب بيسموه زنا روحي. ما الزنا فيه أنواع، في زنا الجسد وهو التصاق الجسد بجسد آخر ليس له، في زنا الآذان مثلا زي واحد يتصنت ويسمع حاجة ليست له، ليست لأذنيه، بنسميها زنا الآذان. وزنا العينين، إن واحد ينظر لمناظر لا يصح إن عينيه تنظر ليهم فهي ليست له. فإذا أعطيت ذاتك لآخر تعتبر زنا. إذا أعطيت جسدك لآخر ليس له الحق فيه فيبقى زنا جسدي. لو أعطيت أذنيك لشيء لا يصح أن تسمعه فهذا زنا الآذان. ولو أعطيت عينيك لشيء لا يصح أن تنظره فهذا هو زنا العيون. ولو أعطيت لسانك لما ليس له فهو زنا اللسان، زي الناس اللي بيتكلموا نكت بذيئة ويحكوا حكايات وسخة، ده اسمه زنا اللسان، يعني بيزني بلسانه، فبيعطي ذاته لآخر. فإذا أعطى روحه لمن لا يستحق هذه الروح، أعطى قلبه لمن لا يستحق القلب، فهذا هو زنا الروح أو زنا القلب. زنا الروح أو زنا القلب. كل إنسان لازم يعرف أنه ليس ملكا لنفسه.
في أسبوع الآلام ينبغي أن نعرف هذه الحقيقة، نحن لسنا ملكا لأنفسنا. ما يقدرش واحد يقول أنا حر في نفسي أعمل زي ما عايز، هو مش حر في نفسه، ده هو اشتري بثمن. كلنا كنا تحت الهلاك، كلنا كنا مبيعين للخطية، للموت، مبيعين للموت من أجل خطايانا، والمسيح اشترانا فأصبحنا ملكا لمن اشترانا. قلبنا ليس لنا وإنما هو ملك للمسيح، ووقتنا ليس لنا، ملك للمسيح، وحياتنا كلها ليست لنا، هي ملك للمسيح. لكن اللي بيحصل إن الناس تركوا المسيح وبيذهبوا إلى العالم. العالم هو الذي ابتلع كل حياتك، العالم الذي قال عنه الكتاب إن محبة العالم عداوة لله. شوفوا العبارة دي، محبة العالم عداوة لله. بيقول إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. محبة العالم عداوة لله، وإن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب. وبيقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يبيد وشهوته معه. وإحنا بنشوف الناس في هذه الأيام كلهم بينجرفوا وراء العالم، والمسيح يقف وحده. المسيح واقف لوحده في غربة عن العالم وفي وحدة عن العالم. من زمان طويل والمسيح واقف لوحده. ربنا ينفض الناس عنه ويحبون العالم، لدرجة أنه حتى في مرة من المرات قال لتلاميذه: تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي. تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي، ولكنني لست وحدي لأن الآب معي. ما زال المسيح يقدم الحب للناس، والناس لا يقدمون له سوى الرفض وسوى الجحود. ويقف هذا المسيح المرفوض واقفا وحده. محبة من جانب واحد، أصعب حاجة هي المحبة اللي من جانب واحد. مفروض المحبة تكون شيء متبادل، كل طرف يقدم محبة للآخر. لكن إذا كان طرف يحب وطرف يرفض، دي تبقى خيانة في القلب، وده اللي بيحصل لربنا. إحسانات الله تتجدد علينا كل يوم، مراحم الله تتجدد كل يوم. لو تخلى الله عنا لحظة واحدة لشابهنا الهابطين في الجب، ومع ذلك محبة الله لا تقابل بمحبة مثلها. ده نوع من أنواع الألم العاطفي الذي تعرض له المسيح على الأرض، إن بيعطي كل العاطفة ومفيش عاطفة بتعطى له توازي ما يعطيه. مفيش، كل واحد مشغول، اللي مشغول بخطاياه، واللي مشغول بعمله، واللي مشغول بأمواله، واللي مشغول بأسرته، واللي مشغول بحياته العائلية أيا كانت، واللي مشغول بعواطف عالمية، بل هناك من هو مشغول بالعلم والبحث والكتب. ومين اللي مشغول بربنا؟ مفيش. مين المشغول بربنا؟ مفيش. من الذي يكرس حياته لله؟ مفيش. مين اللي مستعد يوهب ربنا وقته ويوهب ربنا قلبه؟ مفيش. صار الله آخر الكل، الحبيب الوحيد المرفوض هو الله. ولما واحد يعطي ربنا 5 دقائق من وقته أو 10 دقائق من وقته،
يعيره بالدقائق دي طول الحياة، ويقعد يفتخر في كل وقت وأنا اديت ربنا وأنا بصلي وأنا بعمل وأنا بسوي، كما لو كان منح الله منحة لا يستحقها، وكما لو كان بيتفضل على الله بشيء أو بيحسن إلى الله بشيء، ويبقى الله كما هو واقف وحده، لا يوجد حب يقابل الحب الذي يبذله الله لنا. عشان كده السيد المسيح في أسبوع الآلام كان شاعر بهذه الخيانة. لا تظنوا أن يهوذا هو الوحيد الذي خان المسيح، يهوذا هو الذي خان المسيح الخيانة الكبرى من حيث أنه سلمه للأعداء ليقتل، ويهوذا خان المسيح خيانة فيها التواء قلبه، فيها خداع، بيقبله من الخارج ومن الداخل بيسلمه. عشان كده قبلة يهوذا تعتبر قبلة الخيانة، ونحن احتجاجا على قبلة يهوذا لا نقبل بعضنا بعضا هذه الأيام الأخيرة من أسبوع الآلام. عشان نفتكر بس خيانة قبلة يهوذا، يهوذا كان برضو مثل من أمثلة شجرة التين المورقة من الخارج ومن الداخل مفيش ثمر. فمن الخارج فيه ورق أخضر، فيه قبلة، فيه محبة، ومن الداخل قلب ملتوي يحب المال ويكون سيده. هذا هو الوضع المتعب، وضع الخيانة الشريرة القوية. وصدقوني يا إخوتي إن السيد المسيح لم يترك يهوذا من محبته على الإطلاق، حاول إن هو ينبه يهوذا علشان يمنعه عن الخطية. قال لهم واحد منكم هيسلمني، عشان يهوذا ينكسف. قال لهم الذي يغمز اللقمة معي في نفس الصح فهو يسلمني. قال لهم ويل لذلك الإنسان، كان خيرا له لو لم يولد، ويل لذلك الإنسان كان خيرا له لو لم يولد. قال كل الحاجات دي عشان ينبه يهوذا. ولما يهوذا تحرك بالخطية قال له المسيح في عتاب: الذي تريد أن تعمله اعمله بأكثر سرعة. وحتى وهو يقبله قال له كلمة عتاب: أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ دي طريقة دي يا يهوذا يا ابني؟ أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ ده كان يستطيع المسيح أن يمنعه أن يقترب إليه، يعني يجي يقبله ويقول له امشي يا خير من هنا، امشي وينتهر، لكن سمح له أن يقبله، سمح له أن يقبله، وهو يعرف أنه خائن. وقال له أبو قبلة تقبل ابن الإنسان؟ ولاحظوا زمان كان الواحد يقبل الآخر من فمه، يعني قبلة مش قبلة عادية. ولذلك المسيح لما عاتب سمعان الفريسي قال له: بقبلة لم تقبل فمي، أما هذه عن المرأة الخاطئة فمنذ دخلت لم تكف عن تقبيل قدمي. سمح له المسيح بأنه يقبله، وقال له أبو قبلة تسلم ابن الإنسان. وكان السيد المسيح من قبل يعرف أن يهوذا يخونه من جهة الصندوق، الصندوق بتاعه كان يسرق الشيء الذي فيه، ومع ذلك السيد المسيح لم ينزع الصندوق من يهوذا وسابه معاه إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة، لدرجة أن المسيح لما قال له ما تريد أن تعمله فاعمله بأقصى سرعة وخرج، افتكروه راح من الصندوق يشتري شيء للفقراء، لأن الصندوق فضل موجود معاه. يهوذا يمثل الخيانة الكبرى، الخيانة الدنيئة اللي من النوع الواطي خالص. واحد يبيع معلمه، يبيع معلمه، يبيع أباه الروحي ومرشده الروحي، يبيع صديقه وحبيبه اللي عايش معاه ليل ونهار وبيأكلوا مع بعض،
وبيشربوا مع بعض وبيعيشوا مع بعض وبيمشوا مع بعض طول الوقت. يبيع الشخص الذي ائتمنه، الشخص الذي اختاره ووضعه ضمن الاثني عشر، اختاره ووضعه ضمن الاثني عشر، يبيع الشخص الذي أعطاه سلطانا أن يخرج الشياطين مع التلاميذ. لما رجعوا قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، كان من ضمنهم يهوذا، لأن بعتهم اثنين اثنين، فيهوذا كان من ضمن الناس اللي راحوا. يبيع الشخص الذي كان يغمس معه في الصحفة، وكونه انه بيغمس معاه في الصحفة معناها جنبه على طول، يعني مش قاعد في آخر الترابيزة، ده قاعد جنبه، إما جنبه من الناحية دي لا قصاده، يعني بإمكانه يغمس معاه في نفس الصحفة. ده ما فيش حد بيسمح لواحد إن ياكل معاه من نفس الطبق غير لما يكون عزيز عليه خالص، كل واحد يحب ياكل لوحده، لكن لازم عزيز عليه خالص. يهوذا يمثل الخيانة في منظرها البشع، وخصوصا إنه باع المسيح بـ30 من الفضة، ده مبلغ تافه، مبلغ تافه جدا ما يستحقش، ده ثمن عبد، يعني اعتبره زي عبد. يمكن لو يهوذا باع المسيح بملايين الجنيهات نقول معذور، المال أغراه، لكن 30 من الفضة يدل على إنه يعني عايز يتخلص منه وبس، زي واحد عنده حاجة عايز يبيعها ومش لاقي حد يشتريها، فيقولوا له بـ10 يقول موافق، بـ3 يقول موافق، بـ2 يقول موافق، لكن حاجة عزيزة عليه يقولوا له 30 من الفضة يقول لا، 100 يقول لا، 1000 يقول لا، يفاطر، حاجة بس تكون عزيزة. لكن ده يهوذا معناه إنه يريد أن يتخلص من المسيح بأي ثمن، وتزداد قيمة الخيانة عنده إن المسيح لم يؤذه في شيء. يعني لو واحد عمل فيه فصل وهو بيرد الانتقام يمكن نقول معذور، طبعا ما فيش عذر إن واحد ينتقم، لكن يعني يبقى أخف وطئا. لكن واحد يبيع الشخص اللي بيحبه اللي ما عملوش أي إساءة، ما فيش أي حاجة، يبقى خيانة من النوع الواطي. لذلك لما المسيح وبخ يهوذا وقال له أبو قبلة تقبل ابن الإنسان، تسلم ابن الإنسان، تعب يهوذا جدا. ولما شاف معلمه بيهان وبيجلد تعب، ذهب إلى رؤساء الكهنة وقال لهم أنا أخطأت إذ أسلمت دما بريئا. قالوا له أنت أبصر. كون أن يذهب ويقول أنا أخطأت ويسلم الفلوس معناها كان تعبان، تعبان من جوه، تعبان من محبة المسيح التي كانت تحصره وتعصره، تعبان، تعبان من كلام المسيح، تعبان من الشر الذي أصاب المسيح. يهوذا استيقظ ضميره ووبخه، وكان توبيخ الضمير شديدا عليه جدا لدرجة أنه مضى وخنق نفسه، وهكذا خسر الأرض وخسر السماء، خسر رؤساء الكهنة اليهود وخسر المسيح، خسر المال الذي اشترى به المسيح وخسر الذي باع به المسيح، وخسر المسيح نفسه، خسر كل شيء جزاء الخيانة التي لا تعمر ولا تأتي بثمن. عشان كده احنا لما بنتذكر خيانة يهوذا بننفر من كلمة الخيانة بالذات، كلمة الخيانة بالذات. في ناس عندهم مبدأ الخيانة في طبعهم، يعني شخص ممكن يبيع أحب الناس إليه بأي ثمن، ربما لأتفه الأسباب، ربما لأتفه الأسباب، ربما صديقك يعيش معك 20 سنة صديق، ومن أجل فصل معين تقول له لا أعرفك ولا تعرفني. دايما مسألة الوفاء، مسألة الوفاء هي مسألة لازمة لينا في الحياة. إن كنا لا نستطيع أن نكون أوفياء لبعضنا البعض على الأرض،
فكيف نكون أوفياء للرب الذي لا نراه ولا نبصره؟ في ناس بيكون عندهم محبة ثابتة، محبة ثابتة لا تعرف الخيانة ولا تعرف الدوران ولا تضعف ولا تبعد، محبتهم زي الصخر لا تتغير ولا تتبدل، عندهم الإخلاص العجيب. شوف يا أخوة، ربنا ساعات في الحيوانات بيدينا أمثلة عجيبة. الحية بيديها لنا مثل للحكمة، بيقول كونوا حكماء كالحياة. النملة بيديها لنا مثل للنشاط، بيقول تعلم من النملة أيها الكسلان. الكلب يعطيه لنا مثالا للوفاء. أعرف عندنا فلاح في الدير، فلاح في الدير اسمه عم مبابي، ماسك بوابة الدير. الفلاح ده عنده كلب بيربيه بيوكله بيشربه، والكلب ده متعلق بيه. وبعدين عم مبابي ده عي في سنة من السنوات وجه مصر هنا علشان يتعالج، حتى جبته عندي هنا في الإكليركية لغاية لما تعالج وبقى كويس. في الفترة دي اللي غاب فيها على الدير، الكلب بتاعه ظل يبكي بكاء مرا كل وقت، ويصرخ صراخ كبير لأنه مش شايف الرجل بتاعه، وظل إلى دوار غرفته يبكي ويصرخ حتى مات ورفض أن يأكل. شوفوا، رفض أن يأكل ومش قادر. في مثل، ده مثل، دي حكاية أنا شفتها بنفسي عندنا في الدير. حصل مرة حكاية قيلت عن شخص آخر إن الكلب بتاعه كان بينبح كتير ولا حاجة، فتضايق من صوته فطرده، فرجع له تاني، فضربه بالطوب وضربه بالحاجات دي عشان يمشيه، فمرضيش يسيبه، فضل معاه تاني، فأخده وراح مغرقه في البحر، ربطه ورماه في البحر، فاستطاع يفلت ورجع. والراجل وهو ماشي، في واحد من الأعداء جه يعتدي عليه، فكان الوحيد الذي يدافع عنه هو هذا الكلب اللي طرده وضربه وأحب يغرقه في البحر. الإنسان الذي يعرف الوفاء ويعرف الإخلاص ويبعد عن الخيانة، مهما حصل يظل ثابتا في إخلاصه في محبته إلى النفس الأخير. ينبغي أن نتدرب عن الوفاء، على الوفاء لبعضنا البعض على الأرض، لكي نستطيع أن نكون أوفياء لله الذي لا نبصره. يهوذا كان عايش مع المسيح، بيمشي معاه، بيسمع تعاليمه، بيشوف معجزاته، بياكل ويشرب معاه، وبعدين باعه، وباعه إلى أعدائه. يمكن لما واحد ياخد على خطره من واحد يعني صعب عليه، دي مش خيانة، كلنا بناخد على خاطرنا من حد، بس يكون نفس القلب مخلص لم يتغير. لكن يهوذا باع، باع المسيح لأعدائه، انضم لأعدائه ضده. إذا كانت الخيانة للوطن عقوبتها الإعدام، فكم بالأولى الخيانة لله تبقى أكثر، الخيانة لله نفسه وتبقى أكثر. ونحن باستمرار نخون الله، نحب العالم ونتركه، ونحب الجسد ونترك الله، ونحب المال ونترك الله، ونحب العلم ونترك الله، ونحب كل حاجة ونترك الله. والمسيح يعطينا بركة في كل وقت ومعونة في كل وقت، ولا نقابله بنفس الحب. تصوروا التلاميذ الاثني عشر، المسيح قال لهم الشيطان مزمع أن يغربلكم، وقال لهم كلكم تشكون فيا في تلك الساعة. في فرق كبير بين بطرس الذي أنكر المسيح وبين يهوذا. بطرس أنكر المسيح بالفم وقلبه يلتهب حبا للمسيح، ولكن نتيجة الضعف والخوف أنكره، لكن قلب تاصق به. أما يهوذا فقلبه كان تحول وتغير من جوه، لحد أرغمه، ولا كان خايف من حد، ولا كان في موقف محرج زي بطرس ولا حاجة، ده برجليه راح لحد هناك.
لذلك تعتبر الخيانة بتاعته شديدة. المسيح في أسبوع الآلام خانه كثيرون. فكركم الناس اللي قالوا أصلبكوا أصلبكوا دول ما تمتعوش بمحبة المسيح؟ ما فيش منهم ولا واحد مريض شفاه المسيح؟ ما فيش منهم ولا واحد كان عليه شيطان أخرجه المسيح؟ ما فيش منهم حد له صديق أو صاحب أو قريب تمتع بعطف المسيح؟ ده المسيح عمل معروف في الكل. بيقول الكتاب كان يقول يصنع خيرا، يقول يصنع خيرا، يعني ماشي يوزع المحبة على الكل ويصنع خير في الكل. ومن جهة المرضى يقول الكتاب وكل الذين كان عندهم مرضى بأنواع أمراض كثيرة كانوا يقدمونهم إليه فكان يضع يديه على كل واحد فيشفيهم. يعني كان بيشفي الكل وبيعطي الكل. المسيح كان قلبي يحب الجميع، ما فيش حد ما تمتعش بمحبته. ومع ذلك خانه هؤلاء جميعا وقالوا أصلبكوا أصلبكوا. خانوه عندما طلبوا باراباس وفضلوا باراباس على المسيح. عايزين خيانة أكتر من كده؟ يقولوا اطلق لنا باراباس وما تطلقش المسيح. طب هو عمل لكم ايه المسيح يا جماعة؟ ايه اللي ضركوا فيه؟ ايه اللي ضركوا فيه علشان تقول اطلق لنا باراباس واطلق المسيح؟ عشان تفضلوا عليه رجلا قاتلا لصا شريرا. تصوروا المسيح المحب لما يلاقي كفتي ميزان كف فيها باراباس وكف هو فيها وترجح كفة باراباس، يقول ايه المسيح بس؟ ما حصلتش باراباس. حاجة مش معقولة. يعني لو عملوا موازنة بينه وبين احد رؤساء الكهنة، بين احد المعلمين، بين واحد من الكتبة والفريسيين مع الفارق الذي لا يقاس، يمكن في شيء من المقارنة ان ده معلم وده معلم مثلا. لكن يتحط في كفة معاه باراباس وبعدين كفة باراباس ترجح؟ ده العالم ده شرير بصحيح، العالم ده شرير بصحيح. ومع ذلك هؤلاء الذين فضلوا عليه باراباس والذين قالوا أصلبكوا أصلبكوا لم يتركهم من محبته. الذي آمن منهم غفر له خطيته وقبله في جماعة المؤمنين ومسح خطاياه بدمه الكريم وأدخله الفردوس وأنعم عليه بالخلاص. حتى اللي قال كده متى آمن؟ لكن اللي قالوا أصلبه ولم يؤمنوا بقوا في خطاياهم وهلكوا بخطاياهم. ده المسيح في محبته أول كلمة قالها على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هنا والواحد يتعجب من قلب المسيح الطيب اللي بيحب بلا ثمن وبلا مقابل ولا يتغير في محبته، ومهما أنكره الناس لا ينكر الناس، ويبقى أمينا لمحبته مهما كنا نحن غير أمناء. مين فينا يحصل معه كده؟ مين فينا ناس يخونوه هذه الخيانة ويقول يا أبتاه اغفر لهم؟ أول كلمة يقولها، الكلمة التي هزت اللص اليمين هزا، الإهدى حب إيه ده اللي ملهوش مثيل؟ واحد يصلبوه ويمسمروه ويتعبوه ويهنوه والشوك والإهانة والجلد والبسط واللطم، وأول كلمة يقولها يا أبتاه اغفر لهم. المسيح غفر لأعدائه، ولكن الخيانة إن الإنسان يخون أصدقائه وأحباؤه. في فرق بين إنسان خاين يخون حتى أصدقائه وأحباؤه، والعكس المسيح مش بس أخلص لأصدقائه وأحباؤه، ده أخلص لأعدائه وصالبيه. الذين نالوا من نعمته لم يكونوا رحماء عليه، أما هو فكان رحيما
حتى على الذين دقوا المسامير في يديه. قلب المسيح ده قلب عجيب ملهوش مثيل، ولذلك لما هذا القلب العجيب الناس يخونوه بتبقى مسألة صعبة، مسألة صعبة إن واحد يخون شخص بيبذل ذاته عنه. الخيانة مرض في القلب وانحراف في النفس والفكر وفي المستوى الروحي والاجتماعي وفي كل ناحية، ولذلك الشخص الخائن بيحتقر نفسه من الداخل. يعني الشخص اللي يخونك لا تحتاج انك تعاتبه او انك انت توبخه او تعاقبه، اتركه لنفسه، ضميره يقتله، قلبه يحطمه، سيبه لوحده. كل ما ينقذ الخائن امام ضمير امام نفسه ان خيانته غير مكشوفه، اما اذا كشفت خيانته يحتقر ذاته ولا يطيق نفسه. هو يهوذا المسيح عمل له حاجه؟ وبخه، انتقم منه، ضربه ضربه من السماء، ما عملوش حاجه بقى. لكنه احتقر ذاته، يهوذا احتقر ذاته ولم يحتمل الخيانه، وذهب وشنق نفسه، ما قدرش يحتمل، ذهب وشنق نفسه. يا ليتنا نتعلم الوفاء. احنا ناس بصراحة ما عندناش وفاء. هقول لكم دليل بسيط من عدم الوفاء اللي عندنا. ربنا أعطانا حياة، وهب لينا 7 أيام، وقال لنا بعد ما وهبنا 7 أيام قال الدنيا يوم من 7. نقول له لا ما نديكش، لا ما نديكش، ده أنا اللي مديكم 7 كان ممكن ما تعيشوش. ما أسهل ربنا يقول له واحد في هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، انتهيت عند كده. يقدر يجادل؟ ما يقدرش يجادل. وما تفتكروش الموت بيجي بأمراض ولا بيجي بحاجة، ده في واحد يروح واقع وهو كده واقع. أعرف إنسان وهو بيتكلم في التليفون خلص، ماسك السماعة تليفون كده بيتكلم، بص ما لقاش روحه. كان مدرس في الجامعة، واحد كان بيشتغل في نقابة الصحفيين من قيمة كام سنة، وهو بيكلم السكرتير بتاع النقابة راح واقع. وهو بيتكلم كده فتح بقه، فضل فتح بقه على طول ما قفلوش، راح واقع بيتكلم. الموت ده لا بتاع مرض ولا بتاع سن ولا ليه مقاييس. ممكن تلاقي الجد العجوز عايش وحفيده الصغير مات، حد عارف؟ فربنا كان يمكن ينهي حياتنا عند وقت من الأوقات وقال أنا اديتك أسبوع حياة بس اديني منها يوم. نقول له لا ما نديكش. طب بلاش في هذا اليوم كده، ولو تروح الكنيسة ساعة، لا برضو ما روحش. طب الحكومة هتديك أجازة لحد الساعة 10 الصبح عشان تروح الكنيسة فياخد الوقت بتاع الساعة 10 وما يروحش برضو. يعني من أجل الله أعطي 2 ساعة وبعدين يسرق 2 ساعة وما يروحش برضو، كأنه مش بيخون ربنا، ده كأنه بيخون الحكومة برضو اللي اديته 2 ساعة دي. طبعا نادر اللي بيعمل كده، دول ناس خونة. لكن الإنسان اللي مفروض يعطي حياته كلها لله، لما يبخل عليه بساعة ده يبقى جنسه إيه ده؟ اللي يبخل على ربنا بساعة ده يبقى بيقابل الحب بالحب. أنا عايزكم تسألوا نفسكم هذا السؤال، هل أنتم تحبون الله كما يحبكم؟ وبس العبارة دي. هل محبتكم مع الله محبة متبادلة أم محبة من طرف واحد هو الله؟ هل أنت بتبيع ربنا بأي ثمن؟ فكركوا الإنسان اللي بيكذب عشان ياخد يوم أجازة ده مش بيبيع ربنا؟ الإنسان اللي عشان ياخد أجازة يطلع شهادة مرضية غلط ده مش بيبيع ربنا بالشهادة المرضية؟ أهو بيكسر وصايا الله عشان حاجة وبس. نريد إن إحنا نلتصق بالمسيح كما هو ملتصق بنا، نريد أن نبادله حبا بحب وعاطفة بعاطفة، نريد أن نعيش له. يا ليت أسبوع الآلام هذا الذي يذكرنا بآلام المسيح عنا، ليته يذكرنا أيضا بأننا يجب أن نتألم من أجله كما تألم هو لأجلنا.
ليتنا نتألم لأجله كما تألم هو لأجلنا. الكتاب بيقول إن كنا نتألم معه نتمجد معه، إن كنا نتألم معه نتمجد معه. وبولس الرسول بيقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه. وشركة آلامه يعني ينبغي أن نشترك مع المسيح في آلامه، ينبغي أن نتألم من أجله. فين الألم من أجله؟ مقياسك في ملكوت السماوات هو هذا. اوعى تفتكر ان ليك مقياس اكتر من كده. مقدار ما تألمت من اجل المسيح، مقدار ما تعبت من اجل المسيح. تقول له يا رب بحبك من كل القلب، يقول لك طب هل تألمت من اجلي؟ ان كنت تقول احب من غير ألم يبقى معناها تفتكر انك تدخل من الباب الواسع ومن الطريق الرحم. الألم هو الباب الضيق اللي قال ادخلوا منه. ما هو الألم الذي تألمت من أجل المسيح؟ ايه الألم اللي انت تألمت من أجل المسيح؟ فين شركة آلامك؟ على الأقل مش بس تحتمل الضغط الخارجي، ده انت مفروض تضغط على نفسك من أجل محبة المسيح. شهوة انت عايزها وتضغط على نفسك وتتألم وتمنع نفسك من أجل المسيح. عزة نفس عايزاك تتصرف تصرف وانت تضغط على عزة نفسك من أجل المسيح. راحة جسد عايز ينام ويستريح وما يصليش وانت تضغط على نفسك من أجل المسيح. مفروض تتألم من أجل المسيح، تتعب من أجله. حتى إن فقدت من أجله وظيفة ولا ترقية ولا علاوة ولا حاجة زي دي ما تتعبش. ينبغي أن تفرح وتصر إذا كنت تتألم من أجل المسيح، لكن إذا فقدت هذا الأمر من أجل خطيتك يبقى ما تقولش أنا بتألم من أجل المسيح. حاول في أسبوع الآلام أن تضع في قلبك كيف تتألم من أجل الله وكيف تبذل من أجل الله الذي تألم من أجلك وبذل من أجلك. نكتفي بكده، تفضلوا وصلوا.